علماؤنا الأخيار في أرقى مقام، وعطاؤهم يزدان في رحب الوجود. عظماؤنا قد سطروا بين الأنام، إن دارت الأزمان تاريخ الخلود. المدح فيهم ليس يوفيه الكلام، قد بارك المولى لهم أسمى الجهود. وكأنهم بصدورنا أغلى وسام، إذ جسدوا أقوى مواثيق العهود. من علمهم يحلو لنا طيب المقام، وعلى رحاب الخير تجمعنا الوعود. وعليهم اليوم من الله السلام، والخير والبشرى على الدنيا تعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا مع الشخصية اللامعة الساطعة الباقعة إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، بطل المحنة وأستاذ الرواية وأمير المؤمنين في الحديث حقا وإمام السنة صدقا، هكذا يترجم له الذهبي. الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله استمر يطلب العلم آية وحديث، ليس عنده آراء ولا فلسفة ولا علم كلام، آية وحديث مع النص. ولذلك هو أكثر الأئمة حفظا للحديث، وأكثر الأئمة الأربعة رواية، وأكثر الأئمة الأربعة تعلق بالأثر، كما قال حتى ابن حزم الظاهري في كل مسألة حديث. شوف الشافعي الإمام المعتبر الكبير يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث عندكم أخبرونا، حديث شاميا حجازيا مصريا. الإمام الشافعي أكبر من سنا، لكن الشافعي اشتغل بالاستنباط والفهم، وأحمد بالرواية. قال إذا صح، يقول للإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث أخبرونا. فرحم الله الجميع، أحمد استمر يطلب العلم حديث، لا عنده آية ولا حديث، ليس عنده مجال الهذر ولا الثرثرة ولا الكلام الفاضي ولا علم الكلام ولا الجدل ولا الفلسفة. يقول إذا سمع الجدل قام، وقال نحن قوم مساكين. أتى واحد يجادله، أخذ كتابه وقام. يقول ابنه عبد الله كان أبي يأخذ الكتاب ويصلي في المجلس، فإذا رأى ناس أقبل حديثة يحدثهم. ليس صاحب جماهير أحمد بن حنبل، يحدث ثلاثة أربعة لأنه حدث لوجه الله، وإذا جلس ناس حدثوا ما قبلوا أخذ كتابه وراح إلى البيت. أما بيت الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يشكل بيته غرفتان ومنافعها من طين رحمه الله، هكذا هو يعني حياته. يقول كان له دكان صغير يأتي بثلاثة دنانير في الشهر، قال هذا يكفينا الحمد لله، واستمر على هذا رحمه الله. يأتي الأطفال فيطلع لهم فلوس يعني مثل دراهم صغيرة ويعطيهم. ويقول ابنه أحد أحفاده دخلت على جدي أحمد بن حنبل وإذا يقول سليق، يعني هذا السليق تعرف مثل الرجلة وكذا، فأخذ يقدمه له ثم أعطاه درهم. كان فيه من التواضع ما الله بعليم. يقول حتى إذا سب لا يرد أبدا، لأنه هو يمثل مدرسة وعباد الرحمن الذين يمشون على الرضي هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فيه من التواضع ما الله بعليم، لم يفتخر بنسمه. هو شيباني ترى، بني شيبان، بنو شيبان، هذا شيء هم اللي هزم كسرى وهزم فارس ومن ثنى بن حارث الشيب قبيلة، ولكن لم يذكرها في مجلس أبدا. ومرة رافقه رجل قال يا أبا عبد الله أنتم من العرب أو فارس، يعني كان العرب في وقت القديم عند فارس كانوا منزلوا من السماء كانوا ملائكة. قال يا أبا عبد الله أنت من العرب؟ قال نحن قوم مساكين، لولا ستر الله فضحنا. ما يذكر هذا. يقول نزل إلى السوق فشرى حطب يشتري لأهله أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة، وأخذ حزمة الحطب على كتفه فرأه الناس. لا يا أبا عبد الله لا، قال اذهبوا عنه وتغير وجهه، نحن قوم مساكين. دائما يقول لولا ستر الله افتضحنا مساكين. وقال الرجل أنت من بني شيبان يا أبا عبد الله؟ قال نحن قوم مساكين لولا ستر الله افتضحنا. يعني شوف ستر الله، هذا الذي رفعه الله، من توضع إلا رفعه، تواضع الله فرفعه. يا أخوة في أوروبا مساجد باسم أحمد بن حنبل، مساجد في إندونيسيا باسم أحمد بن حنبل، في ماليزيا، في الصين، في يعني في البلاد الإسلامية في الصين، مسنده في كل مكان، اسمه في المنابر، في المحافل، في الجامعات، في المدارس، في الأكاديميات، لأنه تواضع الله فرفعه سبحانه وتعالى. كان فيه وفاء عجيب. أنا أذكر
قصة الوفاء. يقول أنا أتى يدفن أمه، أم عبد الله أم زوجته، كانت على عين واحدة، خذ شابة ورزق من عبد الله، فلما وقف على القبر خذ يبكي، قال يا أبا عبد الله، قال رحمه الله، والله عاشت معي 40 سنة ما اختلفنا في كلمة. من يستطيع هذا؟ لأنه كان هو عسل مصفى، أصلا أحمد بن حنبل عسل مصفى، هو العسل المصفى هذا، وقف أمام الدولة العباسية وأمام المأمون وأمام الجيش وأمام الناس كلهم، يقول القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله، اجلد اضرب سجنه، خلعوا كتفيه ترى هيا، لكن عسل مصفى لأصحابه. 40 سنة يبكي يقول الله يرحمه، 40 سنة ما اختلفنا في كلمة، من يستطيع هذا؟ ويترحم عليه من الوفاء، ويستمر رحمه الله يتحبب الناس، يقول إذا مر يقول ما رأينا أكثر بياضا من ثيابه. هذا كهذا السني، هذا المؤمن، هذا الصادق، يكون نظيف المظهر والمخبر. قال ما رأينا أشد بياضا من ثياب أحمد بن حنبل، ولا أشد تمسكا بالسنة، مثل هذا تحديد الشارب في اللحية، العمامة، وكثرة الطيب. مع ذلك أنه إمام متبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب عطر وطيب بأبيه صلى الله عليه وسلم، في الباس أبيض، وإذا جلس جلس عليه السكينة، وإذا جلس يقول في البيت وحده، وجلس متربعا مستقبل القبلة، الإمام أحمد كأنه ملك يعني كذا مستقبل القبلة وحده. فنسأل الله أن يجمعنا بفردوس الأعلى، ونسأل الله ونحن جئنا بعد هذا 1000 سنة نترحم عليه في نقطة من نقاط الأرض، الكرة الأرضية، من ضمن ملايين البشر. شكرا لكم وإلى اللقاء. علماؤنا الأخيار في أرقى مقام، وعطاؤهم يزدان في رحب الوجود، عظماؤنا قد سطروا بين الأنام، إن دارت الأزمان تاريخ الخلود، المدح فيهم ليس يوفيه الكلام، قد بارك المولى لهم أسمى الجهود، وكأنهم بصدورنا أغلى وسام، إذ جسدوا أقوى مواثيق العهود، من علمهم يحلو لنا طيب المقام، وعلى رحاب الخير تجمعنا الوعود، وعليهم اليوم من الله السلام، والخير والبشرى على الدنيا.